يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا مع أولى فقراتنا لليوم. وحلم كل طالب بعد نجاحه بالثانوية العامة أنه يدخل الفرع الجامعي يلي بيطمح فيه وبيتمنى. وأكيد اليوم تخصصات كثيرة ومجالات كثيرة بتناسب اهتمامات والمجموعة للطلاب. هي الفترة فترة حساسة كثير، تعتبر يعني فترة تحديد مصير، لأنه اختيار الطالب للتخصص الجامعي من أصعب القرارات يلي ممكن تواجهه بحياته. لهيك يا رشا اليوم لازم نكون احنا دقيقين بالاختيار، ندرس الموضوع من كافة النواحي كرمال ما نندم لبعدين. صحيح هادي، مثل ما قلتي هو من أصعب القرارات، وأحيانا الصعوبة بتحكمنا بالظروف اللي عم تمرق بين رغبة الأهل، رغبة الطلاب، والواقع المعيشي والمادي. أحيانا عندك فرع أنت بتميلي لدراسته ولكن تكلفته المادية كتير قوية، فبتروحي لشي ما بتحبيه بس بيبقى ببالك. تمام، وهون بنوقع بحيرة وتردد أكثر. رح نحكي تفاصيل أكثر عن الموضوع، استفسارات عديدة وأجوبة كثيرة عن كيفية اختيار التخصص الجامعي وأفضل النصائح مع الدكتورة فاتن نظام، دكتوراه بالعلاقات العامة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. صباح الورد. يسعد صباحك. صباحك اليوم مشتاقة لك. اليوم عم نحكي المفاضلة على الأبواب، يعني نحن اليوم بكرة اليومين في مفاضلة للجامعات، يعني بعد نتائج الثانوية اليوم هون بتبلش، يعني الأهالي بيكونوا مبلشين إحنا بدنا كذا أنا بدي كذا. فاليوم في معيار أساسي حتى نقدر نحن نختار التخصص الجامعي بشكل صحيح، خبرينا من خلال تجربتك على شو المفروض اليوم نعتمد نحن؟ حقيقة كلمة المعيار وأول ما تفضلتوا بالمقدمة كتير حلو، هو القرار. هلا نحن حقيقة هلا هذا بنقول نحن من أصعب القرارات، وقرار اختيار الجامعة واختيار الزواج هن بنفس القوة والقد في صعوبة. فاختيار الفرع الدراسي أو الجامعي اللي أنا بدي إياه، يلي هو متوقف مثل ما تفضلتي يمكن ظروف، يمكن العائلة، يمكن العلامات، يمكن في أكثر من معيار صاير هو عم يتحكم بالطالب. ولكن إذا نحن نتطلع بالطريقة الصحيحة يلي نحن هلا إنه أنت مقبل على هذا المسار الوظيفي يلي أنت ناوي أنت تشتغل فيه لبعدين، بدك تطلع هل هو موجود او غير موجود. هلا صار المعيار هو حسب ما انت بتحبي وحسب ما انت كمان شغفك قدراتك الشخصيه اللي موجوده عندك. بصراحه هذا اللي عم يتحكم بالمعيار الاساسي بهذا الموضوع. ولكن احيانا ضغوط الاهل اللي عم بتخلي الطالب يتحكموا فيه، مو بس امه وابوه، العائله ومستوانا والوضع، وانت لو انت هوايتك هيك لا نحن هيك لازم اختصاصنا وممنوع انه انت تغير هذا المسار، سواء ممكن المسار العلمي مثلا خاصة كطبيات معين انه خلص ممنوع تغير مسارك. هون عم بصير عندي الخلل. الخلل حقيقة خلال الدراسة اللي نحن عم نختار، وعم بصير عن الخيار الخاطئ خلينا نقول، يلي انت بتلاقي اول سنة وثاني سنة بدل ما يتخرج الطالب 4 سنين و5 سنين عم يقعد 7 سنين بالجامعة لانه هو ما بيستهوي، ما قدراته. صحيح. مو امكانياته. فعندك هون النقطة الاساسية يلي انا عن جد في المعيار الاساسي شغف قدراته الشخصية وقدراته المادية. مع صديقتي خلينا نكون واضحين كتير. هلا بالنسبة للتأهيل العلمي أو الشيء الجامعي نحن عم نحكي، هلا صار في عندي عدة خيارات، يلي هن عندي التأهيل الجامعة يلي هي عندي الخاصة والعامة وعندي الافتراضي وعندي المفتوح، وكمان عندي التعليم عن بعد يلي هلا فتح أبوابه كتير مهم، وأنت عم تحصلي على التعليم الذاتي، أنت موجودة عم تكتسبي مهارة. فنحن كلياتنا لوين نحن عيوننا؟ السوق. وين رايحة انت؟ وين رايح بالضبط؟ لانه في عندنا كتير دراسات عالم، كتير بتدرس اختصاص وبتشتغل باختصاص، عالم مثلا بتدرس طول وقت وعم تشتغل وهي ما بتحصل على فرصة العمل. حلو هي الحركات الإيماءات. فهي هون انت عم بصير عندك حقيقة غصة انه انا كبيت من عمري 4 سنين. صحيح. فهون نقطة يلي المعيار الاساسي اللي انا هلا عم وجه الرسالة لكل الاهل انه معلي شوفوا شو بدكم تتعلموا وماذا تتعلم، لانه الوضع السوق ما بيشبه الشيء اللي انتم بمخيلتكم، وشايفه كل سنه عن سنه عم تتغير المعايير وعم تتغير التخصصات المطلوبه بالسوق. صحيح. ويمكن دكتوره مثل ما ذكرنا بالمقدمه اليوم عندنا كثير تخصصات جامعيه، اليوم الطالب بتلاقيه واقع بحيره وتردد كبير، وخصوصا من الاشخاص يلي حواليه دائما بتلاقي يمكن رغبتهم هي يلي تثبت بالاخير. طيب انا اليوم كطالب كيف بدي اعرف اختار التخصص يلي بيناسبني الي؟ يلي بيشبهك، يلي بيشبهني، يلي انا ممكن ابدع فيه. هلا السوق يلي هو عم يطلبه، نحن دائما
عم تدرس معناتها أنت عم تشتغل على مسمى وظيفي وعلى فئة معينة أنت تتوظف فيها، ولكن السوق هو شو بده؟ هلأ حقيقةً عم يشتغل على المعرفة التخصصية. أنت شو تخصصك؟ شو تميزك؟ عم تتميزي بشيء معين؟ فأنا كسوق أصحاب أعمال لك تعال تفضل اللي عندي، أنا بدي إياكي، لأنه أنا ما عاد بدي نسخ لصق، وما عاد بدي الشخص يلي هو مالي أخذ الشهادة ولا يمتلك مهارات وخبرات. ما له في شيء اسمه عندي مهارات، يعني نحن نقول مهارات معرفية، مهارات اللي هي بتكون عندي إياها العامة، والمهارات الجديدة يلي أنا شو لازم أنا اكتسب شيء جديد. هلا رقم واحد من المهارات اللي أنا لازم تكون معي بصراحة هي اللغة الإنجليزية، يلي هو جدا مهم إنه أنا كيف بدي فوت وأنا كيف بدي اشتغل بالطريقة المبادلة. نحن دائما بالسوق مبادل أخذ وعطاء، شو بتعطيني لأعطيكي. نحن مو بالنهاية آخر شيء في عندي أجر، فأنت قديش أنت متمكنة من المهارة اللي عندك، معك ICDL، معك أنت بتعرف تكتبي CV. للأسف ما حدا بيعرف يكتب CV يلي هو المطلوب وليس هو الغير مطلوب. نحن كلنا بنعرف نكتب CV. CV له معلمية، له أصول، ما في تدريب بالقصة. هذا اسمه مهارة عين عليك وبده تدريب. فنحن هون يلي بصير صار عندي مهارات عامة بالإضافة للمهارات الجديدة يلي السوق بده إياها، يلي أنت بتخليكي النجم، يلي أنا بقول لك أنا بدك تفوتي على الاستثمار وليس على الاستغلال بالنسبة لسوق العمل. في كتير عالم تجي على سوق العمل بس بدي وظيفة، الله يوفقك، ودائما بيشتغل دور الضحية إنه أنا لقيت وظيفة، ويبي يطلع على العقد من أول العقد ما بينتبه شو عليه حقوق، بس إنه واجباتي مادي، يعني بيروح للموارد. يعني عليك. فنحن حقيقة عم بشتغل على استثمار هالموارد البشرية، يعني نحن عنا كفاءات جدا مهمة ممكن تستثمريها بالطريقة الصحيحة. تمام. يعني اليوم دكتورة أنت مع اليوم إنه الطالب يروح لربط الرغبة بسوق العمل؟ 100%. بغض النظر عن اليوم انه انا بحب هذا المجال ولكن ماديا انا ما راح اكون مرتاح فيه. اليوم عم نشوف طلاب عم تروح تجميل اكثر شيء، عم تروح اخصائيه نسائيه تمام اكثر شيء، حتى لو مو رغبته او هوايته، اذا بدنا نقول بين الماديا والرغبه، انت اليوم يعني شو بتقولي؟ هلا نحن في كثير عالم هي عم تاخذ مثلا حتى عم تجمع بين اختصاصين، يعني هي عم تدرس شيء وبتشتغل على تطوير المهنة بشي تاني يلي هو أنا هوايتي وحبي وشغفي، وأنا كمان بنفس الوقت بدي أقبض مصاري وبدي أعيش كمل حياتي بالطريقة السليمة. صحيح. انت ليصير في عندك التوازن الحقيقي، انت بدك توازني بالاثنين، يعني انت كمان بنفس الوقت لو في مكان انت عم يدير لك المال بس انت ما في شغف حقيقي، انت بعد فترة بتحس حالك انه صرتي مستهلكة، يعني كل شيء فيه عندك عم بتمتصي الطاقة اللي أنت بتأبدعي فيها. هو عبارة عن التوازن اللي هو أنا ممكن تفضلتي قلتي مثال جدا مهم، هو التجميل اللي هو حقيقة أرقام وموقف، وهذا الشيء الموجود في عنه يعني مستمر بتطوير ده. هو كان شوفي كان شيء صحي، كان شيء فقط في توك معين في قصة عملت له نقطة ضعف معينة، عيب معين. هلأ من عندك من 18 سنة بلش التجميل وبلش الواحد يهتم، وهو كمان مشان ما نقول بس للبنات، لا هو للشباب والبنات، والشباب صاروا أكثر قبلنا تماما، لأنه صار في حتى في شيء اسمه فن ظهور صح يلي هو انه انا لازم اكون بكامل اناقتي، سواء جمال سواء اناقه سواء هذا كلياته اسمه معايير يلي هو حتى بالعمل، يعني حتى هي اسمه متطلبات العمل، يعني ما عاد في شيء اسمه انه انا بس راح اعمل مقابله، لا في اتيكيت المقابله، لا في اسلوب تعامل بالمقابله، في اختيار مفردات للمقابله، هي اسمها تسويق الذاتي. التسويق الذاتي اللي هلا في كثير عالم بيقول لك التسويق هو اقتصاد، لا يا عمي هو تسويق شخصي. في كتير عالم بيقول لهم في عنده شهادات من الحيط للحيط ولكن ما عنده قدرة على تسويق حالة بالطريقة الصحيحة. فهذا المجال هو ممكن في الجرافيك، في الأتمتة، في الذكاء الاصطناعي، هاي كلها علوم حقيقة مستحدثة ولكن هي حقيقة عم تاخد مجال كتير، وفي مهن كتير بالواحد بيطلع لبعد 5 سنين هل حتضلها موجودة أو حتختفي. فنحن هون في عندك الخطورة مثل قبل الكورونا أو بعد الكورونا. تمام. يعني اليوم قديه مهم قبل ما نحن نختار أي تخصص جامعي بدنا ندرسه نستشير الأشخاص اللي أكبر منا، إن كانوا طلاب إن كانوا أساتذة أو مختصين بهذا المجال، قديه مهم نحن ناخذ من خبراتهم، نعرف شو واجههم من صعوبات، نعرف إذا هذا الشيء نحن قادرين إنه ندخل بالمجال. جميل كتير سؤالك. هو الفكرة إنه أنا كلمة الاستشارة، نحن في عالم كتير هي ما بتحب تسأل انه لا انا خلاص قراري،
حلو الواحد يستشير، شوف خبرة الآخر، شو العقبات، يعني ما ضروري نحن دائما نجرب من كيسنا، ما لا إذا شفنا تجارب الآخرين تعلمنا منهم. السؤال هو عبارة عن معرفة بحد ذاتها، يعني السؤال، وإذا أنت كمان أخذتي من الأشخاص اللي عن جد عندهم خبرات صحيحة، شافوا مثلا كيف الأسلوب، مثلا شو بده مثلا السوق بالطريقة السليمة، هون أنت صار في عندك تعاطي توازن. يعني دائما هلا أنا مثلا أنا بس بدي أدرس، طب هذا عمر وقت جهد، طب ليش أنت ما تستثمر بالطريقة الصحيحة؟ فأنا هون لا بصب اهتمامي شغفي، بمكن حالي من قدرات وإمكانيات لأنا عن جد كون المطلوب، الرقم المطلوب. أنا نقول إحنا شخص مطلوب غير الشخص الغير مطلوب. هذا مثلا نقول والله شاطر بمجاله أو بمجاله، ما في حدا بيسبقه بالمجال. أما شخص في مثله متايل، فأنت هون هذا شاف اللفظ اللي ممكن أحيانا أنت تتضايق منه، بس هو حقيقة موجود. هذا الشخص هو مثلا بهذا المجال هو رقم واحد، طبعا ما بقدر أخذ رقم اثنين وثلاثة لأنه موجود رقم واحد. فنحن هون حسب الحيثيات اللي هو مثلا ممكن نقول الأكاديمي، دراسة الأكاديمية زائد شيء اسمه اللي منقول عليه التطوير المهني بالأساليب وبالمهارات، اللي هو بده يكون في عندي إطلالة حقيقية متمكنة فيها من جميع الجوانب. فالخبرة جدا مهمة، وبسأل أصحاب الخبرة والسوق وين رايح، لأنه هذا كتير مهم بكل التفاصيل. أكيد. طيب اليوم في حال راح الطالب وتم الاختيار الجامعي بشكل صحيح، اليوم يعني أنا قدرت أجمع بين شغفي وبين سوق العمل، اليوم تأثيره على مستقبل، اليوم بدنا نفرق اليوم إذا كان اختيارنا صح أو غلط بالجهتين، شو حيكون التأثير؟ هلا أول شيء في عندك إحباط، في عندك صدمة، خاصة إذا هو ما لقى فرصة عمل. يعني هو شو بفكر أحيانا الطالب مثلا أخذ الجامعة والشهادة، بفكر إنه هلأ المكتب والسوق عم يقول له تفضل يا ميت أهلا وسهلا، لا مو هيك تماما، وإنه المكتب جاهز وأموره، لا هو مو هيك أبدا القصة. هو بده يكون يعني دايما في عنا أنا بدي أشتغل على إنه أنا أكون مطلوب، مو أنا مثلا أقدم، أو مثلا بيقول لك أنا عم بستقبل المستقبل بيعطيك شو؟ شو بده يعطيك المستقبل؟ إذا أنت ما بادرت وأنت ما اشتغلت على حالك بالطريقة السليمة، فإكس أنت صرت بعيد، يعني صرت خلينا نقول أول فاشل مشي حالك. أنت ما تتفوت على سوق العمل، أنا بدي أشوف معطياته، شو بدي معي. دائما ما تقول نحن أنا مثلا بالتدريب في عندي وسائل أنا عم بستخدمها خلال التدريب، لهو بيساعد على إيصال الفكرة. نفس الشيء أنت معك تأهيل، فأنت كمان بدك تشتغل على مؤهلات قوية مشان ما تندم وتنصدم. وبعدين ليش بدي ينصدم؟ ما هلا دائما ما لازم نحن أنه نعمل أنه نغطي عيوننا أنه أنا ما بعرف شو السوق. السوق هو مال وأعمال. ما تنقول كلمة مال وأعمال، كل نهاية هذا المسار لشو؟ ما الذي يقبض الواحد أجر معين محترم؟ فأنت بدك تشتغل على الأعمال بالطريقة الصحيحة وتستثمر بالطريقة الصحيحة، لا تستغل، تستثمر. لأنه نحن ما تفوتي أنت على سوق العمل أحياناً يمكن تستغلي بطريقة أنه أنت أتلانة على الوظيفة بس بدك تشتغلي، وحتى ما بتعود بيعرف الواحد شو اسمه إيمانه بذاته وتقديره لذاته بالطريقة الصحيحة، أنه أنا مكاني مو هون، أنا بشتغل على مكان لأنه في شيء اسمه قيمة في تقدير لذاتك. فالمكان المناسب بيناسب كمان الشخص المناسب، وبنفس الوقت في عالم تقول لك قضيت حياتي أنا أنه شغل ورايحين وجاي، راح العمر، أنت عم تقول يا ريت أو لو. تماماً. يمكن دكتورة بالفترة الأخيرة صرنا نشوف نسبة كتير كبيرة من الطلاب بتلجأ لحتى تدرس فرعين بالجامعة، بتلاقيهم مسجلين فرع على التعليم النظامي وبالمفتوح، تلاقيهم إنجليزي إعلام أكثر من خيار. طيب شو سبب توجه الشباب اليوم لا يختاروا اختصاصين اليوم؟ شو رأيك أنت اليوم المفروض الشخص يركز كل طاقاته وقدراته على فرع معين أم لا عادي الشخص يدعمه بمجال تاني؟ هذا الشيء اسمه السعي لأنت تحصل على الشيء المناسب. ابدا مو غلط. مدام انت هلا في كثير عم تقول لك انه انا ما بقدر وازن، مدام انت قررتي وانت اخترتي انه انت تاخذي الاثنين، دائما نحن حسب الفعل بصير في عندي النتائج، حسب انا شو شايفه قدام، انا بشتغل بالطريقه السليمه، حتى بصير الواحد بيشتغل ليل مع نهار. ما انت بدك تحصلي على مكان معين او في شيء دائما
باي قصه انت بتشتغل عليها في شيء اسمه بلان، في شايفه هدف وصلان، مو انا عم بس انه بس عم عبي انه انا عم بدرس. في عالم بصراحه هي ما بتعرف شو تدرس وما بتعرف شو تتعلم، بس انه انا عم عبي شهادات بس عم بشتغل. بس انت بدك تشتغلي على بالطريقه الصحيحه، هو انا بدي اشتغل بالمواد بالطريقه السليمه يلي انا بتخليني اتاهل انه انا احصل للشيء اللي بدي اياه. وفي كثير عالم هي بتدرس الاختصاصين، هي واحد رغبة أهلها وواحد رغبتها بصراحة. يعني هي مو إنه مثلا أحيانا هو إنه هو حابب، مو اشتهاد شخصي، يعني في أحيانا ظروف الأهل بتقلك إنه أنا بدك هي الجامعة تكرم عيونك، أنا حسجلها مشانك بابا وأنا كمان بدي ألحق شغفي. هون بصير عنده سعي وهون بيبدع بصراحة، لأنه هو حلو الواحد هو يبدع بالمجال اللي هو عنده فيه. تحدي بصير في تحدي، وهون ما بزعل حدا. يعني الحدا الجيران كمان بدهم اختصاص كمان بيدخلوا بعد البكالوريا مرة تانية ممكن كتير. يعني إذا هيك الواحد طول الوقت بس بده شوفي العالم، إرضاء العالم غاية لا تدرك، لأن هي الفكرة أنه ما حدا بيعرف الحسابات العمر ولا حسابات. انت ما تكوني بشغفك ولساتك بطاقتك وحيويتك مختلف عن بعد 5 سنين، وخاصة بس يصير في عندك احباطات وصدمة انه انا ما لقيت شغل بعد هالخمس سنين. انا بدي اقول لك اليوم الواقع قديش عامل حالة احباط للشباب، قديش اليوم في شباب جامعيين ما عم يشتغلوا بشهاداتهم اصلا، يعني فاليوم عم يركزوا اكثر على المهارات والخبرات، عم بيروحوا ليشتغلوا بمجال بعيد عن مجالهم. فاليوم في ناس حابة وفي ناس ما انا يعني ما انا كثير حابة بس مجبورة اليوم يعني. وتأكيدا على كلمتك، على نفس الكرسي اللي حضرتك قاعدة عليها استقبلنا اطباء أسنان، هنو الكوتش رياضة، أطباء أسنان، هنو الرسامين، طلعوا معنا بصفة رسام. يعني هاي كان شغفهم ولكن الطب كانت رغبة الأهل. تمام. فبليز يعني اليوم نحن على أبواب المفاضلة بهاليومين. يعني نصائح دكتورة اليوم لكل حدا عم يشوفنا، لكل الأهالي اليوم كرمال ينجحوا بأولادهم للمستقبل. هلا أول شيء بالنسبة لاختيار الفرع كتير مهم. الواحد خلينا نحكي على هون بالمفاضلة، طلع المفاضلة السابقة عشان ما حدا ينغدر، ما حدا ينقهر، يروح عنده اختصاص هو كان حلمه. دائما اطلع على الشغف انا وين رايح بالضبط، واذا ما طلع لي هذا الاختصاص حاول قدر الامكان دور على شيء اختصاص بيشبه هذا الشيء اللي انا عم بشتغل عليه. الشغله الثانيه اللي هو مهم انه انا اسال اهل الخبره، اسال العالم اللي هي درست هذا المجال، لانه احيانا بضمن المواد ضمن المجالات ممكن انا في مجال ضمن هذا يمكن يكون قريب مني يخليني انا تابع فيه. بالنسبه اللي ما حيطلع له جامعه او كذا، ما وقفت الدنيا وما خصت الدنيا، تقدر انت في عنا ابواب صارت مفتوحه. اذا بدك ترجع على 20 سنه كانت تسكر الدنيا وخلص ما عاد في اي اختصاص وما كان في عندك ابواب مفتوحه سواء بسوريا ام هلا التعليم عن بعد. هذا الشيء اللي نحن بدنا نوعي العالم انه ما هي الصدمه، شو ما طلع اختار اللي بتحبه اللي عندك شغف فيه، ورجاء الاهل يسمعوا هاي الكلمه لانه انتوا حتخسروه لابنكم قبل ما هو يخسر حياته، لانه هي مو كبسه زر، هو مسار حياتي. يعني هو فوت لهون ومثل الطلعه ابدا. اكيد يعني معلومات كثير مهمه افدتينا فيها دكتوره فاتن النظام، دكتوره بالعلاقات العامه، شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم. شكرا دكتوره، بقيت نهار حلو لك. حبيبتي نهارك سعيد، شكرا لك.